السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل يمكن تشكيل أو يعني تكوين حزب هنا في إسبانيا يهتم بشؤون العرب والمسلمين كجالية أو ك أقلية ذات جنسية إسبانية هنا في إسبانيا فهذا طبعا الحال أمر ممكن يعني يكفي أن يتم استيفاء الشروط فالشروط ولا من اول الشروط اوائل الشروط هي انه الشخص اللي غادي يكون يكون الحزب ما يكونش مؤسسه او شركه يعني ما يكونش واحد مؤسسه بحال ياش مثلا بحال جريده مثلا جريده ما تقدرش تعمل حزب ما يكونش واحد شركه بحال مثلا كوكاكولا ما تقدرش تعمل الحزب ديالها ولا ماكدونالد يعني يكون اشخاص شخص طبيعي وخصهم يكونوا ثلاثه ديال الاشخاص ماشي غير واحد هاد الاشخاص هما الاعضاء المؤسسين هنا في اسبانيا كيتسموا بروموتوريس يعني المروجين ولكن هما اعضاء مؤسسين للحزب هاد ديال الاشخاص خصو فيه فيهم بعض الشروط اول حاجه يكون عندهم 18 عام بطبيعه الحال يكون عندهم 18 فما فوق ثاني حاجه يكون عندهم الحق انهم يمارسوا الشو... الحقوق ديالهم بشكل كامل وبكل حرية يعني ما يكونوش فاقدين للأهلية القضائية مثلا ما يكونش شي واحد وصية المهم مهم يكونوا عندهم الحق في التصرف بكل حرية وبدون أخذ الإذن لا من السلطات لا من القضاء ولا من شخص آخر مثلا وهذا ثلاثة ديال الأشخاص ما يكون تم الإدانة ديالهم بتكوين جمعيات غير شرعية أو مجموعات غير شرعية ما يكونوش داخلين في عمليه ولا في ديال الارهاب بطبيعه الحال فمجرد ما يتاكدوا ولا يتأكد ما من انه هاد الاشخاص الطبيعيين عندهم الاهليه للقيام او لانشاء حزب سياسي فهنا كيدوزوا الى متطلبات ديال ملء واحد الوثيقه وهاد الوثيقه خص تعمر فيها الامور التاليه اول حاجه الهويه الشخصيه للاعضاء المؤسسين يعني كأشخاص خصك تعمر اسم ديالك الشخصي الاسم ديالك العائلي رقم البطاقة الوطنية الإسبانية يعني الدينية بطبيعة الحال خصك تكون إسباني باش تعمل حزب في إسبانيا آه وكذلك العنوان ديال السكن ديالك ورقم الهاتف هذه واحدة من الشروط اللي خصك تعمر في داك الورقة الهوية الشخصية للأعضاء المؤسسين في داك الورقة خصك تكتب الاسم ديال الحزب اللي غادي تأسو في ذاك الورقة خصك تعمر أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة في ذيك العنو في ذيك الورقة خصك تعمر العنوان أو المقر ديال الحزب يعني فين غادي يكون هذا الحزب هذا في ذاك الورقة كذلك خصك تعمر النظام الأساسي للحزب يعني آه تنظيم داخل للحزب كذلك خصك تكتب إضافة إلى الاسم المختصر ديال الحزب بحال مثلا حزب دي اسبانيا فارسي كوم بي اي اي مثلا ما هو يمكن لك تختار انت اللي كتختار الحروف اللي كتمثل الحزب كذلك فخصك خصك تعمر اولا توضح الرمز ولا الشعار ديال الحزب وماذا يعنيه او ماذا يمثل هذا الرمز او الشعار ديال هذا الحزب هذا كذلك خصك في العنوان ديال المقر ديال الحزب تكون كاتب الاقليم المدينه الشارع والعنوان ديال الرمز ديال البريدي وكذلك خصك تعطيهم الموقع ديال الحزب موقع الكتروني وهذا الموقع الالكتروني كذلك خصك تزيد عليه البريد الالكتروني باش الناس كتدخل وتشوف الـ يعني الـ الـ التوجهات ديال الحزب اللي خصها تكون مكتوبه تما واحد النقطه مهمه بزاف اللي بعض الاحيان كنسمعوها بزاف، فماشي من الضروري انه يكون عندك التوقيعات ديال واحد العدد من الناس اللي كيدعموك، ماشي من الضروره. هذيك كتزيد مثلا تساند كتزيد تعطي واحد الدعم للحزب، ولكن ليس من الضروري بتاتا البتة انه يكون عندك توقيعات ولا تجمع توقيعات ديال الناس اللي كيدعموا الحزب، فقط ثلاثة ديال الأعضاء المؤسسين بحال.. اللي قلنا في الاول في الورقه كذلك خصك تعمر نطاق العمل ديال الحزب يعني الحزب ديالك واش غادي يخدم محليا في المدينه اللي انت ساكن فيها او لا آه على صعيد الولايه يعني ماشي غير في بويبل وانما في المدينه كامله يعني على صعيد الجهه اللي انت خدام اللي انت ساكن فيها او لا اقليميا على كومونيداد مثلا واش في جهه كاتالونيا كومونيداد مدريد مثال مي ف او لا على الصعيد على الصعيد الدولي يعني الدوله يعني للحزب ديالي غادي يكون كيمثل جميع المهاجرين العرب المسلمين في اسبانيا برمتها يعني خصك تبين الحزب ديالك شمن نطاق غادي يخدم يعني نطاق ديال المدينه نطاق ديال الاقليم نطاق الولايه او نطاق الدوله برمتها كذلك خصك تبين الغرض من تاسيس الحزب يعني التوجه ديالو باش كيكون داكشي ديمقراطي كيكون عارفين شنو فين ماشي الحزب؟ متطلبات وشروط قبول وانسحاب الاعضاء، فكتكتبها تما ها علاش ها كيفاش غادي نقبل الاعضاء الجدد؟ ها شنو خصهم يكونوا؟ ها شنو خصهم يكونوا؟ ها شنو خصهم يكونوا؟ وها علاش آه ممكن نطرد او لا يخرجوا او لا يعني ينسحبوا بعض الاعضاء الى عملوا مثلا هادي وهادي وهادي، كذلك خصك تبين تما الحقوق ديال الاعضاء والواجبات اللي خصهم يؤدوها للحزب كذلك ديال الاعضاء. وكذلك النظام ديال التاديب ديالهم يعني آه توقف واحد المده هذا يعني خصك تبين حقوق وواجبات ونظام تاديب الاعضاء اللي كيكونوا في الحزب كذلك خصك تبين الهيئات الاداريه والتمثيليه يعني الحزب وهنا غيكون ممثل وهنا يعني الهيئات الامين العام المكتب المكلف بالمال المكلف ب آه يعني الفلوس اللي كتجي للحزب فهذه كذلك خصك يعني تبين هاد الامور هذه باش كيكونوا عارفين الفلوس من ما وهذه واحد النقطة مهمة ف يعني التبرعات للحزب حتى ل آلف اورو ماشي مشكل، ولكن ابتداء من خمسين آلف اورو في السنة فخصي تعرف شكون مولاها اللي عطا ديك خمسين آلف اورو وعلاش عطا ديك خمسين آلف اورو وخص ديكلاري وفيها بزاف ديال مشي واجي فا بمجرد ما يعني هذه فيما يخص غير بغيت نهضر على شويه القضيه ديال التبرعات ديال الاموال هذه بطبيعه الحال الحزب خصو يكون موضح من كيجيه الفلوس غير اللي كتعطيه الدوله من كتجيه الفلوس ديال الدعم الاخر باش كيتجنبوا الدعم الخارجي ولا شي واحد يعني ما معنى برا يدخل في الدوله عن طريق هذاك الحزب هذاك هذه الوثائق هذه كامله كتجمعها وكتصردها وزاره الداخليه آه يعني هنايا في اسبانيا وبالضبط في الجهه ديال آه مدريد آه في شارع امادو دي لوس ريوش رقم سبعة آه والرمز البريدي هو 28071 وكاين حتى واحد الهاتف كذلك ما عندنا علاش نعطيوه فاحنا هنا فقط كنعطيو معلومات المهله ديال تكوين الحزب بعد ما كتدفع الدوسي هي ديال 20 يوم ابتداء من تاريخ تقديم المستندات تقدر طول هذه المده الا كان شي واحد من هذوك الاعضاء المؤسسين يعني نقصه الاهليه عنده شي حاجه ماشي هي هذيك آه يعني غير نقولوا آه لا يستوفي شروط انه يكون أعض عضو مؤسس في الحزب او لا شي ورقه ناقصه ولا شي حاجه فهذيك الساعه تقدر طول المده آه بالنسبة للحزب ماشي ضروري أنه يتقدم للانتخابات في الأول فيقدر يبقى واحد مدة طويلة ولا ما بغاش يتقدم ماشي مشكل المهم هو حزب كاين كيدافع على الناس كيعمل كي إضرابات كيعمل مثلا تجمعات ولكن يقدر ما يتقدمش الانتخابات بحال الحزب مثلا ديال فوكس فاس تقريبا في 2013 وأول انتخابات تقدم له هي ديال 2018 إذا هذه هي آه الشروط ديال تكوين حزب هنايا في اسبانيا السؤال يبقى واش كاين شي حد اولا كاين شي وحدين اللي يقدروا يكونوا هنايا اسم حزب اسباني يدافع عن العرب والمسلمين هنا في اسبانيا شكرا بزاف على حسن المتابعه كما دائما والى فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم